وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل. زاد البخاري في رواية: فيقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر، فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا، فصدقه وهو على غير ذلك. وفي رواية لهما: ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطيه منها لم يفي. فضل ماء، أي ماء زائد عما يحتاج إليه. بالفلاة مفازة وقف، ليقتطع أي ليأخذ. وفى أي أتم جميع ما التزمه من العهود والحقوق.